بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة المحسنين اللي تينفقوا الأموال ديالهم في سبيل الله، المتتبعين ديال الصفحة ديال هدى تي في أن فريخي في أمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة، احنا اليوم جينا من مراكش إلى مدينة الرباط، جينا باش نسدوا واحد المبلغ ديال الأخت اللي التجأت لكم والتجأت للمحسنين والناس الكرماء والناس اللي بغات الآخرة وبغات الخير وتساند الفقراء. الأخت اللي كانت محتاجة لواحد العملية ودرت واحد النداء للإخوة ديالها إن شاء الله اللي في الصفحة ديال هدى تي في. فالحمد لله استطعنا اليوم أننا نخلص نسددوا هذاك المبلغ اللي هو 4500 درهم كما تشوفوا، هي 45000 درهم للمصحة اللي هي مصحة أكدال ديال أمراض القلب والشرايين. فالحمد لله بفضل الله تعالى وفضلكم انتم المحسنين استطعنا باش نسددوا هذا المبلغ ديال هذه العملية اللي كانت هذه الأخت في أمس الحاجة لهذه العملية هذه، وما كانش تقدر تديرها لأن ما عندهاش إمكانيات وحيدة. فالتجأت للمحسنين والناس اللي تيبغيو الخير والناس اللي تينفقوا الأموال ديالهم في سبيل الله. والحمد لله الله سبحانه وتعالى قدرنا أننا نسدد هذا المبلغ هذا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. واللي بغيت نقول للإخوة اللي يوقفوا على جنب ديال هذه الأخت واللي يوقفوا جنب الفقراء، الله يحفظ لكم وليداتكم والله ييسر لكم أموركم والله يرزقكم الجنة إن شاء الله، لأن تتفرحوا بزاف ديال الناس ومن ضمنهم هذه الأخت هذه اللي ما كان في حالها والو وفرحتوها والحمد لله. ونسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وسبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.